اليوم نحن في ولاية برج بوعريريج في إطار الاحتفالية بهذا اليوم، سنقوم بتوزيع عربات بمحرك ذات ثلاث عجلات وكذلك كراسي كهربائية مزودة بالطاقة الشمسية لصالح هذه الفئة وخاصة فئة الأطفال المتمدرسين لتسهيل وصولهم إلى الوسط المدرسي وتسهيل ظروف التمدرس. لا يخفى على الجميع بأن قطاعنا يسعى إلى الإدماج الاجتماعي لهذه الشريحة، سواء عن طريق الإدماج المهني والولوج في عالم الشغل عن طريق التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، أو الإدماج المدرسي ضمن المؤسسات التربوية العادية عن طريق الأقسام الخاصة والأقسام المدمجة المفتوحة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم. كنت في ظروف قاسية واليوم الحمد لله تنحى لي التعب، كنت تنحى لي التعب يعني بلاش زغونونت هذه تسهل لي الامور دروك للصالات المسجد للاحتياجات في المنزل للقضيه الحوايج بزاف.